اسمي مرح أبو نمير، أنا من طمرة، سنة رابعة بدار معلمين بحيفا، بتعلم رياضيات وعلم الحاسوب. شاركتي بمشروع تغيير بتهمني لأنه بيساعدني بالتغيير على جميع الأصعدة. أكتر إشي بهمني أغيره بدولة إسرائيل إنه تقليص الفجوات السياسية والاجتماعية. أكثر إشي بحبه بالحضارة العربية هو الانتماء. الانتماء لبلدي، لعيلتي، لقرايبي، لأصحابي، الانتماء لطمرة.